تعالوا بقى نتابع اخر الاخبار المرتبطه بمباراه بكره، وازاي وسائل الاعلام اتكلمت على مواجهه الاهلي وسياتل ساوندرز في المونديال. تعال نروح لزميلتنا روزان نصر. مساء الخير روزان. برحب بيك زميلي احمد سمير، برحب بيك محمد سعيد، برحب بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبسوطه جدا وسعيده بالتواجد طبعا معاكم النهارده في برنامج الاهلي في المونديال لتغطيه اكيد بعثه النادي الاهلي في المغرب في كاس العالم للانديه. يعني سعيده جدا وفخوره كمان ان النادي الاهلي بيشارك في بطوله كاس العالم للانديه للمره الثالثه على التوالي وللمره الثامنه في تاريخه. قبل ما نروح طبعا للاخبار هنروح ونتابع الاهتمام العالمي وخاصه الاهتمام الامريكي بالمباراه، وبالتاكيد ده بيعكس قيمه المشاركه في مونديال الانديه. استعراض لابرز ما جاء في المواقع الامريكيه والعالميه عن المواجهه. موقع الدوري الامريكي سياتل ساوندرز يواجه الاهلي في الجوله الثانيه بكاس العالم للانديه. ESPN سياتل ينظر لتخطي الاهلي لمواجهه ريال مدريد في مونديال الانديه. خليني برضو أعرف منكم يعني أحمد ومحمد، يعني خليني أعرف منكم رأيكم طبعا في مباراة الغد أمام سياتل ساوندرز، مباراة طبعا أوكلاند سيتي كانت قوية جدا، خليني أعرف كده رأيكم في مباراة بكرة. أنا بيتهيألي إنه الفارق بين أوكلاند وسياتل مرتبط بالنواحي البدنية إلى حد ما، يعني يمكن فريق سياتل ساوندرز خلص الدوري في شهر أكتوبر اللي فات، ما تجمعش غير في بداية يناير الشهر ده. صحيح عنده سكواد محترم جدا، قيمته التسويقيه قريبه من 50 مليون يورو، شفت عدد من اللعيبه المميزه في كل الخطوط اهمهم طبعا انا بشوف ان راؤول رويدياز هو المهاجم الفريق، هو يمكن يكون اخطر اللاعبين، عندهم 13 لاعب محترف. لكن برضه فكره ان الموسم محمد خلص بدري شويه وان الفريق لسه بيبدا مرحله اعداد، دي ممكن تكون نقطه في مصلحتنا نعرف نستغلها بشكل كبير، وخصوصا انه المستوى البدني اللي ظهر بيه الاهلي قدام اوكلاند سيتي، خدوا بالكم عشان السكور ممكن يكون غطى على قوه اوكلاند سيتي البدنيه. هنتكلم ومتعودين دايما من فرق الاوقيانوس ان هم الحقيقه في النواحي البدنيه بيبقوا متفوقين بشكل كبير جدا، لكن الاهلي ظهر قدامهم مستوى في منتهى القوه على مدار 90 دقيقه كامل. اكيد. بص يا روزان، يمكن ماتش بكره انت هتلاعبي فريق اكيد من منطقه الكونكاكاف، فريق امريكي، لكن لو تبصي على القائمه النهائيه اللي تم اعلانها اليوم من الفيفا هتلاقي هي 23 لاعب، منهم خمس لاعبين تحت السن، يعني بتتكلمي في اعمار سنيه 17 18 19 سنه. دي نقطه مهمه جدا. النقطه الثانيه، ما يقرب من 13 لاعب محترف زي ما قال احمد، لكن البارز في ال 13 ان في 8 من امريكا الجنوبيه، ثلاث لاعيبه برازيليين، اثنين من كولومبيا، واحد من الاكوادور، واحد من بيرو، فانت هتواجهي فريق امريكي بس بكواليتي من امريكا الجنوبيه وتحديدا البرازيل وكولومبيا. بالتاكيد مباراه قويه جدا، بنتمنى اكيد الفوز للنادي الاهلي. موقع سياتل الامريكي ثلاثه مباريات للمشاهده في مباراه سياتل ساوندرز والاهلي. التقرير ركز على مواجهه راؤول رويدياز لمحمود متولي واليو ديانج ونيكولاس روديدو ومحمد شريف للمدافع يامار. ديلي ميل، سياتل ساوندرز عليه تخطي الاهلي للوصول الى المباراه الضخمه امام ريال مدريد. وموقع ساوندرز، ساوندرز مستضعف امام الاهلي وذلك مثالي. الخبر تناول تاريخ النادي الاهلي العريض وانجازاته وبطولاته وهيمنته على الكره المصريه والافريقيه، ولكن شايفين ان استضعافهم حافز كبير ليهم خلال المواجهه. الاهلي طبعا بيختتم بقى استعداداته لمباراه سياتل الامريكي. هنبدا اخبارنا بتفاصيل ميران الاهلي الذي اقيم اليوم على الملعب الفرعي لتاد بن بطوطه بمدينه طنجه بالمغرب. وبدأ الميران الجماعي بقراءة الفاتحة على أرض الملعب قبل أن يبدأ اللاعبون فقرات الميران الجماعي. واجتمع مارسيل كولر المدير الفني بالجهاز الفني واللاعبين في حضور الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لمدة 10 دقائق قبل خوض التدريبات الجماعية. وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي تدريبات خاصة ضمن فقرات الميران الجماعي الذي استمر لمدة 45 دقيقة قبل أن ينتظموا في برنامج استشفائي لتفادي الإرهاق. وخاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة أعقبها فقرة التصويب في الكرة على المرمى وأخرى للكرات العرضية. وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي حمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات بدنية وفنية متنوعة ضمن فقرات الميران. واختتم مارسيل كولر المدير الفني فقرات الميران الجماعي للأهلي التدريب على ركلات الترجيح. طبعا الجهاز قد استأنف تدريباته أمس الخميس دون راحة، حيث خاض اللاعبون تدريبات في الملعب والجيم استعدادا لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي.
الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز. كمان النهاردة أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل في قاعة المؤتمرات باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب بحضور اللجنة المنظمة للبطولة فيفا ووفدي الناديين. وحضر الاجتماع الفني للمباراة المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق والمنسق العام للبعثة في المغرب والكابتن سمير عدلي المدير الإداري والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق وجمال جبر مدير الإعلان وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص وعلاء صلاح المنسق الأمني وأحمد الطوخي مسؤول التسويق وماهر عبد العزيز إداري الفريق. وشهد الاجتماع الفني للمباراة عرض فيفا واللجنة المنظمة للبطولة كافة الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة وكافة التفاصيل الأخرى داخل وخارج الملعب. بيرتدي طبعا الأهلي زي التقليدي الأحمر والشورت الأبيض في لقاء الغد، بينما بيرتدي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي القميص الأخضر والشورت الأزرق. مارسيل كولر: مواجهة سياتل صعبة ونتعامل مع كل مباراة بشكل مختلف. النهاردة كذلك أقيم المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي وسياتل ساوندرز، وأكد مارسيل كولر خلاله إن الفريق يستعد بقوة لمواجهة الغد ومواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية، مؤكدا إن الجميع في حالة تركيز شديد قبل المباراة المرتقبة غدا السبت. وأوضح كمان في المؤتمر الصحفي عقب مران الفريق أن مواجهة سياتل صعبة وأمام منافس قوي يميل إلى المدرسة اللاتينية ويمتلك عناصر أصحاب المهارة خاصة من لاعبي أمريكا الجنوبية، مضيفا طبعا أن فريق النادي الأهلي يتعامل مع كل مباراة على أنها الأهم في الموسم. وأشار كمان أن المباراة أوكلاند كانت صعبة، موضحا أن فلسفته هي التعامل مع كل مواجهة بشكل مستقل ومختلف تماما، وأنه مقتنع دائما أن المباراة القادمة هي الأهم لذلك، وهو لا يفكر في أبعد من المباراة المقبلة. وأكمل أيضا: الجميع يعلم قوة وقدرات لاعبي النادي الأهلي وكل فريق يلعب أمامهم من هذا المنطلق، وفي لقاء أوكلاند واجهنا منافسا يعرف قدراتنا ولعب بقوة ولكننا كنا مستعدين بشكل جيد وحققنا أكيد الفوز. وشدد مارسيل كولر على أن الأهلي لديه عناصر مميزة وقادرة على خوض المباريات الكبيرة، موضحا أن الفريق استعد بشكل مناسب لكل مباراة في البطولة. محمد الشناوي: نسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام سياتل ساوندرز لإسعاد الجماهير. أما محمد الشناوي قائد الفريق في المؤتمر الصحفي أكد أن الفريق سيخوض غدا مباراة قوية جدا للغاية أمام فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب، وأضاف أن الأهلي جاهز للمباراة وجميع اللاعبين في حالة تركيز شديد جدا لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد جماهير النادي الأهلي بالفوز ومواصلة المشوار في مونديال الأندية. وأكد الشناوي خلال المؤتمر الصحفي عقب مران اليوم أن الفريق الأمريكي لديه عناصر مميزة جدا، وأن أي فريق يصل لكأس العالم للأندية لابد أن يكون من الفرق القوية، موضحا أن اللاعبين شاهدوا أكثر من مباراة للفريق الأمريكي وأن الجميع في حالة تركيز لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وبذل أقصى الجهد للخروج بنتيجة إيجابية خلال مواجهة الغد. كما وجه كابتن الأهلي الشكر للجماهير المغربية على دعمها ومساندتها للفريق واللاعبين في مباراة أوكلاند الماضية، وأنه على ثقة من استمرار هذا الدعم غدا خلال مباراة الفريق أمام سياتل ساوندرز الأمريكي. واختتم الشناوي حديثه بالتأكيد على سعادة جميع اللاعبين بالإنجاز الذي حققه حسين الشحات خلال مباراة أوكلاند سيتي بمعادلة أرقام ميسي، رونالدو وجارث بيل بعدما نجح في التسجيل خلال 3 نسخ لبطولة كأس العالم للأندية، وقال إن جميع اللاعبين هنأوا طبعا حسين الشحات بهذا الإنجاز. طبعا بشكركم جدا، دي كانت أخبارنا هنا من برنامج الأهلي في المونديال. يا رب أكون قدمت لكم يعني صورة أكيد فيها أخبار دسمة وتكونوا يعني استمتعتوا بالفقرة دي. أخبار وافية ونقلت لنا صورة كاملة عن التغطية الإعلامية لمواجهة بكرة. بنشكرك، شكرا جزيلا زميلتنا العزيزة روزان ناصر. ميرسي روزان.